سريع. وزارة الأشغال العمومية برمجت لنا عملية تاع استحداث يعني هذا الطريق لجزء 87 كيلومتر بغلاف مالي يقدر ب 528 مليار. هذه مقسمة إلى 7 مقاولات، يعني كلها مقاولات، يعني مقاولات حق صحيحة، عندها يعني عندها كاليفيكاسيون تاع لاسات فما فوق. نحن في ورشات تحديث وتدعيم الطريق الوطني في شطره الجنوبي، والذي ينطلق من النقطة الكيلومترية 938 إلى النقطة الكيلومترية 1065 كيلو، وعلى مسافة 87 كيلومتر سجلنا 3 عمليات. عملية محولة من الولاية الأم ولاية غردية بمبلغ 480 مليون، أي 48 مليار، مقسمة إلى شطرين ب 6 كيلومتر على مسافة 12 كيلومتر. عملية ثانية مسجلة في 2024 بمبلغ 3 ملايير دينار جزائري، أي 300 مليار سنتيم، مقسمة إلى 3 مقاطع. المقطع الأول به 20 كيلومتر، المقطع الثاني 15 كيلومتر، والمقطع الثالث 10 كيلومتر. والعملية الثالثة هي المسجلة في نهاية 2023 على مسافة 30 كيلومتر بمبلغ 1800 مليار، أي 180 مليار دينار جزائري.